بروفيلات من زمن كورونا. حسن بن نجح، من ولاد فرج إلى المجد، الجزء الأول. ولد حسن بن نجح بن محمد بن الجلالي في إحدى ليالي يناير الباردة من عام 1970، أسابيع قليلة بعد عيد الفطر، بدوار سيدي مسعود بولاد فرج بدكالة. وهناك من يقول بأنه ليس من ولاد فرج، وبأن أصوله من خميس متوح المحادية لولاد فرج، وتربى وسط أسرة مغربية متواضعة تعيش على الكفاف كأغلب الأسر المغربية، وأنا واحد منهم. وفاة الوالد أثرت على حسن بن ناجح الذي عاش ظروفا قاسية، لهذا كان يبحث عن بيت كبير ليحتضنه، ولم يكن البيت الكبير إلا جماعة العدل والإحسان حيث التحق بها وهو لا يزال تلميذا. لقد كانت منطقة حد ولاد فرج على صغارها قلعة للعدل والإحسان بحكم حيوية المسؤول التنظيمي للجماعة آنذاك، الذي لم يكن إلا الأستاذ المدني قطني، أحد مؤسسي المجموعة الإنشادية للعدل والإحسان التي كانت تحمل اسم الإحسان. المدني قطني الذي أدخل العدل والإحسان إلى دواوير دكالة غادر الجماعة فيما بعد ليلتحق بالتيار الشيعي قبل أن يقطع مع عقيدة التوحيد ويهيم في معتقدات جنوب شرق آسيا. كان بن ناجح منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي منضبطا طيعا داخل الجماعة، مسلوب الإرادة غير فاعل، لا يسمع ولا يرى إلا ما تطلبه الجماعة، وهي حالة انضباطية أهلته ليلعب فيما بعد أدوارا في بعض الأحيان قذرة. والبداية كانت من الجديدة عاصمة دكالة، حيث التحق حسن بن ناجح بكلية الأداب بجامعة شعيب الدكالي، وكان حينها فصيل طلبة العدل والإحسان في أوج قوته، وهي قوة بناها جيل من سابقيه من طينة محمد الشواي والهاشمي. ولم يكن أمام بن ناجح إلا أن يتملق لهؤلاء ويقترب منهم ليجد له مكانة بين كبار الصغار، فبدأ يحضر في مجلس الكلية الذي يشرف على نشاط طلبة العدل والإحسان داخل الكلية قبل أن يلتحق بمجلس المدينة الطلابي، وهو إطار تنظيمي يؤطر ويوجه عمل طلبة العدل والإحسان على مستوى الجامعة بأكملها. وبالموازاة مع ذلك لم ينسى الاشتغال في التنظيم الدعوي للعدل والإحسان، فكان حريصا أن يظهر للجميع انضباطه الحديدي وتضحياته من أجل الجماعة، إلى أن أوصله تملقه وانضباطه ووفاؤه إلى حظوة الاتصال المباشر بنقيب الجهة آنذاك بمدينة الجديدة أحمد أيت عمي، ولي نعمته وأبرز قيادات الصف الأول في عاصمة دكالة. ومن هنا بدأت الأعمال القذرة. لقد كان حسن بن ناجح عين التنظيم الستاليني التي لا تنام وسط طلبة الجماعة، مول فرناتشي كان كيشوط الأتباع الذين تم إيواؤهم في بيوت مكترة من طرف العدل والإحسان، تتحمل الجماعة تكاليف عيشهم، وكان بن ناجح من المستفيدين، عيش وكل شارب على حساب الجماعة. كانت الجماعة تتوفر على 4 بيوت في حي سيدي موسى، بيت مكترة عند ولد عامر، والثاني عند مول جافيل، والثالث عند عيشة الطويلة، والرابع عند بنت الحصيري. وبنت الحصيري لديها تاريخ في سيدي موسى، لقد كانت ضيفة شرف كل أعراس الحي ولقاءات نسوة سيدي موسى بغنائها البدوي الأصيل الذي أطرب بن ناجح. ورغم نجاحاته فلم يزر يوما بنت الحصيري التي تقدم بها العمر وتعيش أواخر أيامها. حسن بن ناجح كانت له الإمكانية أن يبيت في أكثر من بيت لينقل للتنظيم حالة كل واحد مشكوك في ولائه أو انضباطه للجماعة. هذا التكتيك الفتاك استغله بن ناجح ليصفي كل الوجوه والإطارات التي قد تزاحمه في قيادات الإطار الطلابي على مستوى جامعة شعيب الدكالي، وهكذا تخلص من الكثيرين ليترقى طلابيا. وكانت اللحظة الحظ إنهاء الجيل الذهبي لدراسته ومغادرته للجامعة ليصبح حسن بن ناجح المسؤول الطلابي الأول في مدينة جديدة، ويتحول إلى الأمير الناهي
في قطاع طلبة العدل والإحسان، وكيف لا وهو الذي يحظى بدعم لا مشروط من القيادات المحلية للجماعة بمدينة جديدة. حينها تساءل طلبة الجماعة عن سر هذه الحظوة والامتيازات التي يحظى بها بالنجاح من طرف قيادة الجماعة في المدينة، ولم يكن الجواب مستعصيا عليهم لأنه كان باديا للعيان. بالنجاح هو عين الجماعة وعين التنظيم داخل القطاع الطلابي، ويمثل التنظيم الدعوي وسط القطاع الطلابي، وكم ساهم في الوشاية بالطلبة الغاضبين أو المتمردين ليكون مصيرهم الطرد من الجماعة، ولم تتح لهم حتى فرصة الدفاع عن أنفسهم أمام قيادة الجماعة في جلسات المساءلة والمحاسبة، لأن المعطيات آتية من مل الفراشة. استغل بالنجاح سطوته على القطاع ليراكم الامتيازات والسلطات مع مزيد من التملق، وفتحت له مسؤوليته الطلابية بالجديدة أفقا آخر خارج المدينة، حيث أصبح عضوا في المكتب القطري للقطاع الطلابي، وهنا أصبح طموحه جامحا وبدون حدود. وكانت ثمرة هذا التملق والحظوة أن زوجه أحمد أيت عمي نقيب الجهة بطالبة من الفصيل من عائلة متواضعة بمدينة الويجانطي اليوسفية، رغم أنه لم يكن له مورد رزق ينفق به على عروسه، وكان يتظاهر بأنه يتعاطى للتجارة، لكن الجميع كان يعرف أنه ما كيبيع ما كيشري، وينفق على نفسه من عائدات الريع والمساعدات التي تمنح له دون باقي الطلبة. وحين تشتد ضائقته المالية يتصرف في ميزانية القطاع الطلابي الموضوع رهن إشارته، رغم أنه كان يستفيد من منحة استثنائية تخصصها الجماعة لرموز الفصيل دون غيرهم. بالنجاح استثمر واستغل فيما بعد الفراغ الذي تركه جيل المؤسسين داخل تعاضديات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الجامعة، ليصبح الكاتب العام للجنة التنسيق الوطني التي أسسها طلبة الجامعة للسيطرة على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وإقصاء باقي الأطراف من الساحة الطلابية. المسؤولية الجديدة لبالنجاح جعلته يعقد لقاءات ويسافر خارج مدينة الجديدة، إنها أبواب جديدة من أجل تحقيق المجد. فأصبحت الجديدة ودكالة التي احتضنته وزوجته عبئا عليه، وكان لابد من مغادرتها للتخلص من الصورة التي شاعت عنه وسط الأتباع، صورة رجل متملق برقاق انتفاعي. فكان الدور على الدار البيضاء كفضاء أرحب للطموح الجامح. اكتار بالنجاح بيتا في البرنوسي قبل أن ينتقل إلى حي حكم، حجته في ذلك الاشتغال في نشرة أو صحيفة رسالة الفتوى التي كان يصدرها القطاع الطلابي مقابل تعويض رمزي لا يكفي حتى للكراء والتنقل. ومن جديد تناقل الأتباع الأسئلة الاستنكارية عن مصدر عيشه، ولم يكن الجواب يحتاج كثير عناء. لقد كان بالنجاح يتصرف في ميزانية القطاع الطلابي التي كانت بالملايين، ولا يعرف سرها ومبلغها إلا هو وبعض أعضاء مجلس الإرشاد والمخزن، مخافة أن تحتج باقي مؤسسات الجماعة على هذا المبلغ السخي الذي يعطى للقطاع الطلابي الذي يتجاوز بأضعاف تصل إلى العشرة أحيانا ميزانية قطاعات ومؤسسات أخرى داخل الجماعة. مد اليد إلى أموال الجماعة تهمة لازمت بالنجاح طيلة مساره، إنها بليته الأبدية التي ابتلي بها، وهي التصرف في أموال الجماعة المؤتمنة على صرفها بالعدل بين المدن الجامعية. فكان يقتطع منها ما يكمل به الشهر ويقتني منها حاجياته الكمالية. هكذا هو عدم الوفاء بالديون والاقتراض المبالغ فيه، هي البلية الثانية التي ابتلي بها، حيث دأب على الاقتراض من أعضاء الجماعة الدراويش والبسطاء الذين يستعرض عليهم رمزيته فيقترض من هذا وذاك دون أن يرجع ما في ذمته، والمبرر دائما من القرآن. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، غير أنه دائم العسرة، وهذه البلية ما زالت ترافقه إلى اليوم، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يسعها هذا البروفايل.
السفر إلى أمريكا في هذه الفترة فتح لابن ناجح بوابة جديدة، وهي العلاقة مع السفارة الأمريكية التي كانت تنظر إليها بعض قيادات الجماعة بعين الريبة، وانتهت بسفره في برنامج ممول إلى أمريكا ما تزال خلفيته ودفتر تحملاته مجهولة، غير أن الثابت منها أن بن ناجح منذ يومها لم ينتقد الإدارة الأمريكية ولو مرة واحدة. وقد نشرت ويكيليكس برقيات موجودة إلى حد الآن تتحدث فيها عن معلومات زود بها السفارة الأمريكية، حيث نشر اسمه كمصدر للمعلومات والروابط موجودة. لقد كان بن ناجح حريصا على لقاء بعض مسؤولي السفارة الأمريكية بالمغرب بعيدا عن أعين الجماعة، وسبق للصحافة الوطنية أن نشرت في 2011 برقية لويكيليكس تخص لقاء له في سبتمبر 2009 مع مسؤول في السفارة الأمريكية. شكلت رسالة الفتوى والانتقال إلى مدينة الدار البيضاء طوق نجاة لبن ناجح، فقد رمزته أكثر وأعطته إشعاعا أوسع وسط تنظيم العدل والإحسان، وتمكن بفضلها من مراكمة قروض كثيرة، فكان لا يرد له طلب، لكن دوام الحال من المحال. لقد توقفت رسالة الفتوى عن الصدور فكانت صاعقة على بن ناجح، وكان السؤال ما العمل ومن أين يعيش ابن الجماعة العاطل عن العمل. ففكرت جماعة العدل والإحسان في حل لبعض الحالات الاجتماعية، وهكذا تمت التضحية ببعض العاملين برسالة الفتوى مقابل احتضان بن ناجح الذي خلق له منصب مالي خاص في الجماعة لا علاقة له به. ولكنها كانت الخطوة التي ينعم بها وتدفع من طرف بعض القيادة الوطنية للعدل والإحسان التي ظل وفيا لها. لقد تقرر أن يلتحق بن ناجح مساعدا للناطق الرسمي للجماعة فتح الله أرسلان، يقتني له الجرائد ويقرأها ويعيد له نشرة مكتوبة خاصة، ويرقن له الحوارات والتصريحات، وينظم له المواعيد سكرتير، وكان ذلك يقتضي تنقله إلى الرباط. فاختار بن ناجح هذه المرة أن يقطن بتمارة حيث استقر به المقام في تجزئة العباد بتمارة. ربما هي محض صدفة أن يسكن ابن الجماعة في تجزئة العباد، على الرغم من أن العباد لا تجزئة له. المهمة الجديدة لبن ناجح كمساعد لرجل العدل والإحسان القوي الذي اختار أن يبقى دائما أمام الرأي العام، الرجل الثاني الدائم في الجماعة لكنه القائد الحقيقي في التنظيم، الذي يستقر ببيت متواضع بحي يعقوب المنصور بالرباط، يعكس عدم جشعه وتواضعه الذي لم يتغير منذ التحاقه بالجماعة. يعيش على الكفاف ولم يختر أن يسكن فيلات الجماعة بسلة أو في السويسي حيث تم إيواء أرملة الراحل عبد السلام ياسين قبل وفاتها، أو حي الرياض حيث تقطن نادية ياسين بعد حصولها على نصيبها من الإرث الذي تركه والدها. لم تمر فترة طويلة حتى سرب حسن بن ناجح للإعلام أنه مدير مكتب الناطق الرسمي للجماعة دون تشاور مع قيادة الجماعة، حيث وضعهم أمام الأمر الواقع، مما سبب إحراجا كبيرا لفتح الله أرسلان. وزاد على ذلك أنه لم يكن صامتا كما تقتضي مهمة سكرتير الناطق الرسمي، بل كان يتكلم أكثر من الناطق الرسمي. أرأيتم في تاريخ التنظيمات أن مدير مكتب الناطق ينطق أكثر من الناطق، حتى أن بعض قيادي الجماعة يتفكهون ويتندرون بأنه لم يعد مدير مكتب الناطق، بل أصبح مديرا للناطق الرسمي ولا ينعتونه إلا بصفة المدير. وهو الأمر الذي أزعج الرجل القوي داخل الجماعة، فوضع له حدا بالتدرج إلى أن ألغى هذا الاسم مكتب الناطق الرسمي وطرده من هذه المهمة إلى غير رجعة. لكن بن ناجح لم يسر بالخبر وتكتم على الأمر حتى يبقى عند الرأي العام بصفة مدير مكتب الناطق الرسمي، ولأنه دائما يتوقع الأسوأ فكان بموازاة اشتغاله مع أرسلان ينشط في المركز الإعلامي للجماعة في الدار البيضاء ميديا تنوير، الذي يشرف على قناة الشاهد وموقع الجماعة
إلى أن أصبح بحكم الفراغ مديرا له، فكان يتصرف في ماليته كما يتصرف صاحب الضيعة في ضيعته، مستفيدا من انشغال المسؤول الأول عن مكتب الإعلام عمر مكاسو بمهامه داخل مؤسسة عبد السلام ياسين التي يوجد مقرها في تركيا، وعضويته في مجلس الإرشاد وسفرياته للخارج وعلاقته بتركيا. وهكذا ظلت تلازمه دائما تهمة اختلاس أموال الجماعة مع بلية الاقتراض دون الوفاء بالديون في وقتها كما يقتضي ذلك الشرع، حتى قبل أن تولد الجماعة. إنه دين الله وشريعة محمد. الفشل الدراسي هو العنوان الملاحق لابن ناجح. مسار ابن ناجح الدراسي انتهى به في الإجازة بعد أن قضى 3 سنوات تباعا في السنة 3 بشعبة الأدب بكلية الجديدة. لقد أتيحت له فرصة ذهبية حيث تسجل في الدراسات العليا بالكلية في وحدة كان يديرها فاروق حمادة المستشار الديني لولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد. الكل كان ينتظر منه أن ينجح بحكم الصنطيحة التي يبرع فيها في قضايا خارج تخصصه، لكن كانت المفاجأة التي صدمت الجماعة التي اكتشفت بأن بن ناجح تسجل في الكلية ولم يتابع المحاضرات إلا نادرا، والأكثر من ذلك أنه لم يحضر يوم الامتحانات وتغيب بغير مبرر، الأمر الذي تسبب في إحراج قيادات الجماعة مع الدكتور فاروق حمادة. ومرة أخرى فوت بن ناجح فرصة الترقي لوضع أفضل حتى لا يبقى عالة مفروضة على الجماعة التي تبحث له دائما على غطاء لتبرير ما يصرف له شهريا، والتي تعجز الجماعة عن تبرير ما يصرف له عند الكثير من القيادات. ولقد ظلت هذه العقدة تلازمه خاصة حينما يرى أقرانه ينجحون ويحصدون الشواهد والمناصب، وهو ما اضطره إلى التسجيل في ماستر في مصر تكلفت الجماعة به من ملياتها التي تجمع من الدراهم المحصلة من المساهمات الشهرية التي يدفعها البسطاء من أتباع الجماعة. ومرة أخرى يتخلف بن ناجح عن متابعة دراسته بمصر بمبررات واهية، من أنه يخاف من التبعات الأمنية لصعود السيسي واحتمال اعتقاله إلى غير ذلك من المبررات التي تصدم أمام الواقع الذي يرتفع. أتيحت الفرصة الثالثة لبن ناجح عندما تسجل بكلية الحقوق بالرباط لدراسة القانون، لكنه كالعادة تخلف عن الامتحانات. هذا المسلسل من الفشل ترك لدى بن ناجح عقدة الفشل واللا جدوى من الدراسة، مما جعله يفجر كل غله وحقده في المخزن ويتعجل القوم أو الثورة التي يمكن له من خلالها الترقي الاجتماعي والمهني بدون كفاءة، فقد يصبح ناطقا باسم الثورة أو القومة لأنه تكفيه شرعية براح القومة أو مدون الثورة أو الانتفاضة أو أي شيء. حسن بن ناجح كغيره من المعارضين الذين يعدون على رؤوس الأصابع، أو كما كان يصفهم الراحل إدريس البصري ما يعمروش حتى التليبوتيك، يطالب الدولة في كل مناسبة وبدون مناسبة بالشفافية والمحاسبة. لم يكلف نفسه يوما أن يكون شفافا مع الجماعة ومع المغاربة، فليعلن عن ذمته المالية ويقول للجميع حقيقة أجره ويعلن عن مصاريفه الشهرية الحقيقية. هل يستطيع بن ناجح بالأجر المتواضع الذي يتقاضاه من الجماعة أن يغطي كل مصاريف الكراء والتمدرس والسيارة والتأمين والضريبة والصيانة وتأدية انخراط في صالة رياضية محترمة في تمارة لا يقل الاشتراك السنوي فيها عن 3800 درهم زائد مصاريف ابنه في نفس الصالة الذي يحرص أثناء القيام بتمريناته الرياضية على ارتداء سلسلة عنق ذهبية كمظهر اللغين الفاحش على شاكلة كوزا نوسترا لروبرت دينيرو في فيلم العراب، دون أن ننسى أقساط البيت الذي اشتراه في مدينة الجديدة باسم زوجته التي تمتهن التدريس في القطاع الخاص بأجر متواضع جدا، ومصاريف 3 أبناء منهم واحد يدرس خارج مدينة الرباط. هل يمكن لبن ناجح أن يبرر بأن مدخوله الشهري يستطيع تغطية حتى كلفة الأدوية الإلكترونية التي يتباهى بها ويغيرها كما يغير جواربه؟ آخر صيحات الهواتف
واللوحات الرقمية والحواسيب ليجرب بن ناجح ولو مرة واحدة في عمره أن يكون شفافاً ليس أمام المغاربة بل أمام أعضاء الجماعة، ويعلن ذلك ولو في دائرة ضيقة أمام قيادة الجماعة التي لم تعد تفهم شيئاً. هناك فصول أخرى من قصة نجاحات بن ناجح حتى يدعم رمزيته لدى المرشحين من مقترضيه، يحرص على الصفوف الأمامية من المسيرات والإدلاء بالتصريحات ولو عن أتفه الأشياء، ويكفي للمتتبع مشاهدة حجم الصور التي تنشر في موقع الجماعة أو في قناة الشاهد وهو ضمنها لتكشف عن مقارنة عجيبة. فكيف لعضو مكتب الإعلام داخل الجماعة أن يكون وحده حاضرا في جميع الصور المنشورة أكثر من قيادات الجماعة المشاركة في الحدث؟ لقد أصيب بن ناجح بهوس التدوين ضد المخزن، ليس دفاعا عن الجماعة، لأن إيقاعه ليس إيقاعها وأجندته ليست أجندتها وأولويته لا علاقة لها بأولويات الجماعة، فهو يغرد داخل السرب وخارجه ويهيئ الظروف لطلب اللجوء السياسي في الخارج كمعارض مضطهد كما فعل رشيد غلام وغيره. وقد تكون الوجهة أمريكا التي يتصور أن خدماته مع السفارة الأمريكية قد تمنحه تقاعدا مريحا في إحدى الولايات الأمريكية، لكنه واهم، غير أن اللجوء حقيقة سوف يعفيه من صداع مال الكريدي. من حق بن ناجح أن يدون غدا ويقول إن المخزن حرك صحافة التشهير ضده نظرا لبطولته في مالية الجماعة، ويمكن له أن يلجأ إلى خدمات المعطي فينظم له ندوة في الرباط يحضرها مفكرون من الخارج يحاضرون ضد صحافة التشهير، ويتصل المعطي بنعوم تشومسكي في أمريكا ويقدمه على أساس أنه ثائر من ثوار حد ولاد فرج وأنه يقود المعركة ضد المخزن منذ عام 1918، ويتضامن معه تشومسكي وينشر رسالة مفتوحة يتحدث فيها عن ولد محمد بن الجلالي قائد معركة دكالة ضد المخزن، ويمكن له أن يلجأ إلى خدمات خديجة وتنظم له وقفة احتجاجية أمام البرلمان يشارك فيها محترف السقوط عبد الحميد أمين الساقط أبدا الذي يسقط فقط لالتقاط صورة. لكن المخزن قرر ابتداء من اليوم ألا يتدخل في الوقفات التي يحضر فيها عبد الحميد أمين، ويفوت الفرصة على عبد المجيد بزيوات من يومية الصباح لأخذ صورة للحدث تمكنه من الفوز بجائزة بوليتزر في أمريكا، وسيتضامن مع حسن بن ناجح ضد صحافة التشهير الأمير هشام العلوي، وينشر على صفحته تدوينة بن ناجح ويعمل له شارة النصر من حجره الصحي، ويطلب من الحسين المجدوبي أن يدبج مقالا ضد استهداف صحافة التشهير لحسن بن ناجح، ويطلب الحسين المجدوبي بدوره من سليمان أن يتضمن مع بن ناجح ويكتب عن قصته عن المخزن الذي يستهدفه ويستهدف من خلاله الجماعة أكبر الجماعات الإسلامية بالمغرب، لكي يعيد نشرها الحسين المجدوبي من جديد على موقع أمير بوست، ويطلب من سامبريرو أن يدبج مقالا من أجله كضحية جديدة للمخزن الذي يعرف كل شيء عن بن ناجح ولا ينشر كل شيء إلا بالتقطار. ويمكن أن يتضامن مع بن ناجح عمر الراضي وينشر تدوينة يدافع فيها عن حق بن ناجح في التعبير والتبرع كما فعل مع ياسر العبادي عندما اعتبر أن نعته النظام بالدكتاتوري الإرهابي ليس إلا حرية تعبير وأنه لم يقل إلا ما يقوله المغاربة. فهنيئا لبن ناجح بالمتضامنين، وعليه بالمناسبة أن يراجع مذكرات محمد الشواي التي نشرها على صفحته منذ سنوات عن الذين ضحوا من أجل استنباث القطاع الطلابي لجماعات العدل والإحسان في الجامعات المغربية، وينتشي اليوم بسكوت بعض قيادات الجماعة عن غزواته في ماليتها وتجاوزته التي ننشر الجزء الأول منها.